هاخدكم على تقرير، بعدين نبقى نقعد ننقنق بقى شويه على موضوع بقى عربيات الكهرباء وموضوع الهري ده. يا اخي واقف لي في زوري والله العظيم. تقرير على مراحل تصنيع الكتان، اي حاجه تصنيع تلاقيني معاها على طول. دي في قريه اسمها شبر ملس. شبر ملس فين؟ في الغربيه. دي القريه الاشهر بصناعه الكتان في الشرق الاوسط يا مولانا. الكتان اللي حضرتك بتستخدم زيته وانت بتفطر فول الصبح، شويه فول بالزيت الحار يا معلم، الطحينه تطلع من السمسم، حدوته تانية يعني. الكتان يستخدم في التغسيل، الكتان ده حدوته، الكتان ده صيدليه ودواء، الكتان ده صناعه، الكتان ده احبال تسلق الجبال اللي ممكن تصدرها للدنيا، الكتان طبعا يستخدم في صناعه ملابس غاليه من النوع اللي هو. تقرير على شبرا ملس، قلعه صناعه الكتان بالشرق الاوسط، وبعدين فاصل ونكمل الكلام. احنا دلوقتي بنيجي في بداية الموسم وبنزرع الارض، برضو بنحرث الارض وبندور لها البذر بتاعها وبنتماشى بقى مع الكتان من هو سن يوم لحد سن ما يخلص، وبنبعت نجيب بقى العربيات تشيله او الجرارات او كده او كده. وبنيجي هنا بقى بندرس الكتان الاول، وبعد ما نخلص دريس نقوم جايين عاطنينه في المبلات في المعاطن يعني. فالمعاطن ديت يعني ايه؟ المعطنه بتقعد 10 ايام او 15 يوم. العطين ده هو ده اللي بايه بيظبط الكتان بقى، هو ده اللي يخليه يطلع كتان. انما هو كده قش، هو كده طول ما هو اصفر كده قش. فالعطين ده بيصبغه يعني صبغه الهي، يعني بنحطه بيبقى اصفر يطلع زي ما انتم شايفين بهذا اللون كده. فطبعا بيجي ايه؟ بياخد 10 ايام او 12 يوم ونقوم مطلعينه في المفارس بهذا الوضع عشان ينشف، يقعد 10 ايام برضه او 15 يوم، مش اكتر من 10 ايام يعني. وبعد كده بنرجع نشده ونطلع نوديه فين؟ التروبيل. دي بيعتبر اخر مرحله. متوديته التروبيل ديت تعتبر اخر مرحله للكتان. بيبدا الزراعه بتاعته من كام؟ من اول 10 لحد 20 11. تبقى في اراضي متاخره شويه، في اراضي بدري شويه. يتحصد امتى؟ في شهر 4. هو عايز جو مناسب وارض مناسبه، يعني مش اي ارض برضه، لازم تكون ارض جديده وارض قويه وارض يعني نظيفه، لان هو برضه الكتان يعني مش اي زرعه، يعني انا زرعه جامده برضه، زرعه جديده عايزه ارض جديده، مش اي ارض انت تزرعي فيها وكده. بالنسبه لزراعه الكتان اللي بتقف في القريه عندنا على مستوى الجمهوريه بحالها، مفيش الا احنا اللي بنزرع كتان وبنصنعه كمنتج اساسي قابل للتصدير. وطبعا هناك بره يعني اعاده تدوير ونسيج والكلام دوت. بالنسبه للانتاج القريه عندنا هنا بتبقى حوالي من 30 قابله لغايه 40 الف فدان على مستوى الجمهوريه في المحافظات الشرقيه والدقهليه والبحيره وكفر الشيخ. طبعا من بعد الزراعه طبعا، وده دي مرحله خلاص تخطيناها، انما دلوقتي الوضع الحالي اللي موجود ده تجميع الكتان في المصانع وفي اماكن التشوين الخاصه بكل مصنع. اول منتج من الكتان زي ما قلت لحضرتك اللي هي البذر. البذر دوت اللي هو بينتقي منه لتاني سنه حسب جوده يعني ايه الجيل بتاع البذرية نفسها. قبل ان انا ازرعها سنه واتنين تمام، اخرها معايا 3 سنين، وبعد كده انا ببيعها للعصير. ده بالنسبه لمرحله البذر. بيطلع حاجه اسمها قيشه، القيشه ديت برضو بتخش ايه علف للمواشي والمزارع، المواشي الكبيره بتاخدها مننا. البذرية نفسها بتخش عصر بيتعمل منه اللي هو الزيت الحار، كلام سليم، اللي هو طبعا بتاع المطاعم والحاجات دي. وبرضه بخش مرحلة زيت البوية زمان، غليات وحاجات من ديت، برضه بيبقى ايه ده مرحلة تانية خلاف موضوع الأكل. بطلع طن أو 2 طن، طبعا ده كان رقم قليل بالنسبة للعمالة وبالنسبة ايه للمطلوب مني ايه تصدير بره. المكن وفر علينا حاجات كتير جدا، بمعنى أصبح دلوقتي بطلع لي مثلا 6 طن، 5 طن ونص عن طريق ورديتين. أنا بشتغل ورديتين، وردية مثلا 8 ساعات والتانية بتستلم منها 8 ساعات اللي بعد منها.